انجد من الصفحات. طبعا هذه الصفحات، الصفحه الوحيده اللي موجوده عندنا الان هي الهوم، الصفحه الرئيسيه اللي هي هذه، هذه هي صفحه الهوم، الصفحه الموجوده الوحيده عندنا في المدونه عدا الموضوعات اللي موجوده عندنا. حنروح نضيف او نعدل على الصفحه الرئيسيه، او نروح هنا الصفحه الرئيسيه نقول له عدل اسم اكتب الرئيسيه، معناته احنا نروح نعدل على الصفحه الرئيسيه ونسميها الصفحه الرئيسيه. طيب البيجز ما هي مهم واضحه عندنا هنا، البيجز غير مرئيه، ما ادري ايش البيجز اللي عندي، لكن هنا في لوحه التحكم حقت الصفحات بامكاننا نجي عند البيجز ونحدد وين نبغاها، هل نبغاها على اليمين او نبغاها في الاعلى. مبدئيا نحطها في الاعلى، حسوي سيف ارينجمنت حفظ التنسيق او الترتيب. لما نفتحها ظهر لنا هنا الصفحه الرئيسيه في الاعلى زي ما انتم شايفين، الصفحه الرئيسيه ظهرت عندنا، ولو اضفناها في الجنب حتشوفونها في الجانب موجوده هنا. طبعا حروح انشئ صفحه جديده، الان تعلمنا كيف تنسيقها وتعديلها واضافه البيجز او الصفحات، حروح انشئ صفحه جديده. عندي نوعين من الصفحه، عندي صفحه بلانك بيج، البلانك بيج هي صفحه فاضيه كانها تدوينه خاصه لكن لها مزايا تختلف، زي ما انتم شايفين كاني اكتب مدونه جديده، لكن هذه يعني تصلح مثلا نقول عن الموقع السي في او السيره الذاتيه لصاحب الموقع، بحط اي ميزه او اكتب اي صفحه ستاتيك تكست، يعني ما راح يتعدل الصفحه فيها. طبعا انا اقدر استخدم ال HTML واقدر استخدم الكومبوز الكتابه العاديه، وطبعا تقدر تنسق بكل انواع التنسيق، وهذه زي ما قلنا احنا ميزتها انك انت تقدر تحط مثلا سجل زوار، تقدر تحط نبذه عامه عن الموقع، وطبعا حتجي فيها طبعا حنكتب مثلا نبذه عن الموقع على سبيل المثال، نسوي سيف وببلش تماما كاني اصلح مدونه. طبعا انا اقدر احط فيها كلام طويل عريض، ومجرد اني اجي انا هنا واسوي تحديث بعد ما اضفت نبذه عن الموقع، نفتح الصفحه، هذه الصفحه مباشره المفروض الكلام اللي اكتبه يجي هنا مباشره والناس تقدر تعلق، وهذه ميزتها انه اي واحد مثلا ممكن يشكر او يثني على الموقع او ينتقد الموقع ممكن انه يجي هنا مباشره، على عكس تماما التدوينه، التدوينه غالبا التعليقات اللي فيها حتكون تمس اكثر الموضوع اللي كتب. طيب نرجع مره اخرى ونشوف احنا طبعا عندنا هي الصفحه ريفرت تو درافت، نقدر نلغيها، نسوي لها ديليت، نقدر نعدل عليها. في بعض الخيارات اللي موجوده عندي انا اقدر الغي تماما التعليق واقدر اعدل على بعض الخصائص اللي هنا، والباقي تقريبا نفس ميزات التدوينه اللي ذكرناها سابقا. طبعا بالعوده مره اخرى حنضيف صفحه، طبعا اضفنا احنا البلانك بيج وشفنا مزاياها، طبعا هنا اد تكست اند ميديا اللي هي اضافه وسائط او كتابه خط او كتابه نصيه. طبعا الثاني الرابط او الثاني الموقع او نوعيه الصفحات الاخرى اللي هي ويب ادريسز. الويب ادريسز على سبيل المثال انا اضيف بس اسمها، مثلا اكتب معلوماتي او موقعي الشخصي، موقعي الشخصي على سبيل المثال، واحط الرابط حق موقعي الشخصي، بين اكتب نواف تك دوت بلوج spot.com. الآن اللي حصل إني أنا أضفت صفحة إضافية وسميتها موقعي الشخصي، حأحفظ السيف أرينجمنت، حسوي تحديث، حيجي عندي هنا طبعاً زي ما أنتم شايفين ثلاثة تابس أو ثلاثة صفحات، صفحة هي الرئيسية وصفحة هي النبذة عن الموقع، والصفحة الثالثة حتكون تنقلني مباشرة للمدونة حقتي أو موقعي الشخصي. طبعا وكأنها جزء من الموقع. طبعا هذه ميزة أنه يكون عندك هنا أكثر من مدونة. طبعا هذه الصفحات لو رجعنا مرة ثانية أوفر فيو، أو رجعنا مثلا البلاجر من هنا، رجعنا للصفحة الرئيسية حقة المدونة أو حقة الحساب حقة البلاجر حقتي، لو عندي أكثر من مدونة فلنقل عندنا اهتمامات رياضية، اهتمامات تقنية، اهتمامات اجتماعية، سياسية، ممكن أنا أربط كل المواقع بثيم واحد أو بتمبلت واحد وأحطها في صفحات، وهذه ميزة بلاجر أنها تكون على حساب واحد. نرجع مرة أخرى لإنشاء مدونة أو المدونة المنشأة،
كبداية. طبعا احنا تعرفنا على البيجز الصفحة، تعرفنا على التدوينات، تعرفنا على النظرة الرئيسية، حنجي على التعليقات. بعد ان شاء الله ما يصير الموقع عليه زيارات كثيرة وكتابات كثيرة، حيكون عندنا التعليقات. صعب اني انا ادور على كل او اروح امر على كل المواضيع واشوف اخر تعليق. من هذا الخيار تقدر تشوف اخر الناس اللي علقوا او اخر التعليقات اللي جت من الزوار، فبالتالي تقدر من هنا مباشرة انك تروح وترد وتشوف الابيوز عليها او حتى تسوي سبام لبعض المزعجين.